خلونا على مسألة توفير كافة سبل النجاح للمشاريع الخاصة باستصلاح الأراضي واللي وجه بيها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة. حلو، الرئيس قال إيه؟ الرئيس تحديدا بيتكلم على مسألة توفير كافة السبل توفير كافة سبل النجاح لاستصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة وفي الصعيد وفي جنوب الوادي، وبيطلع النهاردة كان عن الموقف التنفيذي الخاص تحديدا بالتغذية الكهربائية لتلك المشروعات. الرئيس: الدولة بشكل عام وفرت الطاقة في كل مكان. طيب ايه الخطوة اللي جاية من الأجهزة التنفيذية؟ خلونا ناخد معانا على تليفون دكتور عباس الشناوي، هو رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة. ازيك يا دكتور عباس؟ اهلا وسهلا يا فندم. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ والله نحمد ربنا كتير، والله الحمد لله يا رب دايما. دكتور عباس، يعني لو حبيت حضرتك تطلعنا شوية على مسألة مشروعات استصلاح الأراضي واللي وجه الرئيس على توفير كافة سبل النجاح ليها، سواء إذا كانت في الدلتا الجديدة، في بحري، في الصعيد، إلى آخره. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا طبعا بنعيش فترة فعلا وضع استراتيجيات للدولة المصرية في كل مناحي الإنتاج سواء كان زراعي أو صناعي. طبعا بالنسبة لنا في الزراعة محطوطة خطة استراتيجية هامة جدا، بدأت مع إن شاء الله تحمل معالي رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي مقاليد الدولة المصرية، بوضع خطة استراتيجية تتواكب مع الزيادة السكانية، وعلى رأس هذه الخطة اللي هو بيسموه التوسع الأفقي. التوسع الأفقي وهي طبعا نظرة للمستقبل تتماشى مع التنامي في العدد السكاني، وهي عبارة عن إضافة مساحات للرقعة الزراعية القديمة. شهدنا طبعا كلنا وبكل فخر منطقة توشكا وفي شرق العوينات، وبنشاهد دلوقتي الدلتا الجديدة. حلو. طبعا احنا وشفنا قبل كده اللي هي مشروع الريف المصري اللي هو 1.5 مليون فدان، الدلتا الجديدة تقريبا 2 مليون فدان، بإجمالي حوالي 3.5 مليون فدان. وبفضل الله سبحانه وتعالى وكما وعدنا وعهدنا مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن لن نتكلم ألا ما يكون في إنجاز مباشر وتنفيذي على الأرض. وبالفعل شهدنا حصاد القمح الموسم اللي هو الماضي الحالي الموسم الماضي في توشكا، وشفناه في شارع الوينات، وشفناه في الدلتا الجديدة. طبعا الخطة الاستراتيجية دي محطوطة عشان زي ما قلت لحضرتك كده حفاظا على الدولة المصرية من المتغيرات البيئية، من المتغيرات الدولية اللي هي بتدور حوالينا، وكانت الحمد لله الخطة محطوطة قبل حدوث أي متغيرات زي ما احنا بين روسيا وأوكرانيا وخلافه. بفضل الله سبحانه وتعالى بنجني ثمار كل هذا التوسع الأفقي بتوفير مساحات أرض تنزرع فيها المحاصيل الاستراتيجية. المستهدف بتاعنا قد إيه يا دكتور عباس؟ يعني المستهدفات بتاعتنا بعد توجيهات الرئيس النهاردة والاطلاع على يعني جداول التنفيذ. جداول التنفيذ والله أنا يعني إحنا كنا بالفعل في مرور يوم الأربعاء الماضي في منطقة الدلتا الجديدة، منطقة الضبعة، شهدنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى هناك انجاز كبير جدا، مساحات ارضيه واسعه جدا في الموسم الصيفي الحالي، مزروعه بالذره الشامي سواء ابيض او اصفر، مزروعه مساحات كبيره جدا من نبات عباد الشمس عشان الزيت والعلف، وكذلك نبات فول الصويا اللي كنا بنفتقر الى المساحات الموسعه شهدناه. وبصراحه وهذه المحاصيل تعبر تعبير حقيقي للزياده الانتاجيه في هذه المحاصيل الاستراتيجيه الهامه التي نستورد منها كميات كبيره من الخارج، فدي تقلص فجوه ان شاء الله بالنسبه لاستيراد الزيوت، وكذلك توفير نسبه برضه من الاعلاف فول الصويا والزيت وعباد الشمس. طبعا يواكب هذا التوسع الافقي التوسع الراسي. أيوة. الذي تبناه معالي وزير الزراعه واصلاح الاراضي السيد القصير، بحيث يتلاحم التوسع الافقي مع التوسع الراسي، يبقى كده الدوله المصريه بالفعل بتعظم الاستفاده من كل قطعه ارض تضاف
الى الارض الزراعيه داخل الدوله المصريه. فانا بوسع مساحه الرقعه الزراعيه وبرفع الانتاجيه. الاثنين بيتواكبوا مع بعض، بنوسع المساحه الافقيه وكذلك بنعظم بالتوسع الراسي بتوجيهات معالي وزير الزراعه حسين قصير باستخدام الاصناف التي تم استنباطها من مركز البحوث الزراعيه مع بحوث محاصيل الحقليه والمعاهد الاخرى المساعده في استنباط اصناف تتواكب مع المتغيرات المناخيه الحاليه التي تداهم جميع دول العالم. بفضل الله سبحانه وتعالى كان محطوط خطه طموحه بندي ثمارها الان بزراعه هذه الاصناف داخل الدوله المصريه التي تتحاشى المتغيرات البيئيه سواء من ارتفاع درجات الحراره او من ندره المياه. فبفضل الله سبحانه وتعالى لا نعاني اي مشاكل، الاصناف الحمد لله موجوده وتم زراعتها بالفعل في الاماكن الجديده لتوفير المياه وزياده الانتاجيه الراسيه، وكذلك اصرار معالي وزير الزراعه سعد القصير على استخدام الخريطه الصنفيه لتعظيم الانتاجيه لهذه الاصناف، لانه كل صنف بينزرع في منطقه معينه بيعبر تعبير حقيقي عن نفسه، بيزيد الانتاجيه بتاعته، فكل ده بيصب في النهايه على زياده الانتاجيه من وحده المساحه طبعا. بالاضافه الى التوسع الافقي ده هيخلق لي وفره في المحاصيل من ناحيه، وفي نفس الوقت يخلق لي زياده الانتاجيه تخلق لي عائد اكبر كمان للمزارع من ناحيه اخرى. انا بشكرك جدا دكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعه بوزاره الزراعه.